السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس الأول من مادة السيطرة الكنترول سيستم الجزء العملي. في البداية نتمنى للتوفيق لجميع الطلبة والسلامة إن شاء الله. راح نتحدث وياكم مادة الكنترول الجزء العملي عن راح ناخذ بالبداية مقدمة introduction عن الماتلاب. خذ مقدمة بسيطة عن الماتلاب وبعدين راح ندخل بالمادة الكنترول. تطبيقنا لمادة الماتلاب، بعد ان فتحنا الماتلاب راح نشوف هاي واجهة الماتلاب. هذا الجزء اللي يطلق عليه الكوماند ويندو، هذا الكوماند ويندو اللي ممكن تتنفذ هنا تنفيذ مباشر. هنا هذا الجزء اللي يطلق عليه الكرنت فولدر، هنا الورك سبيس، وهنا الكوماند شنو هستري. اذا اريد مثلا في التنفيذ مباشر بعد شنو عندنا العفو، هنا عندي الهيلب ايضا. اذا مثلا انت تريد تعرف الايعاز شلون ممكن استخدامه، شلون ممكن وصفه، شلون ممكن بالماتلاب، الهيلب مالته كلش مفيد. اي شيء ما تعرفه تروح للهيلب راح تبحث عنه وتستفاد من الهيلب. برودكت هيلب هنا تبحث مثلا نبحث عن الفور، شلون ممكن تستخدم الفور باستخدامه. اكتب له فقط فور واسوي له سيرش، راح يطلع لي شنو الفور ديسكريبشن الوصف مالتها. ودائما انت شلون تستخدم هذه الداله، فانت بالاخير راح ينطيك دائما بعد ان قريت الديسكريبشن مالتها هنا راح ينطيك اكزامبل شلون ممكن استخدام الفور. يعني اي شيء، اي اعاز، اي شيء تحتاجه بالماتلاب تروح للهيلب وتضغط الداله اللي انت تحتاجها، راح يشرح لك وينطيك بالاخير طبعا مثال. ممكن مثال مثالين شوفوا هاي داله الفور ممكن شلون تستخدم. هسه نرجع الى الكوماند ويندو، راح بس اكبر الكوماند ويندو مالتي. مثلا راح نروح للبيسك الاساسيات. مثلا لو اني عندي 3 × 2 ادوس انتر، انسر وول، راح شي طلع لي الناتج مالتي 6. اوكي، او ممكن زاد طرح اي شيء، ممكن 4 + 5 انت ينطيك الناتج. هذا شنو البيسك الاساسيه. اذا انا كتبت هسه هنا لما كتبنا 3 × 2 طلاب، لاحظ انطاني مباشره الناتج 6، 4 + 5 انطاني مباشره 6. اذا انا لا ما اللي ينطيني الاوتبوت مالتي مباشره، يعني مثلا اقول له 4 + 5 وراح نخلي له سيمي كولون. سيمي كولون هنا شنو فائدته؟ هذا لما ندوس انتر ما راح ينطيني الاوتبوت، ما راح ينطيني الناتج مالتي. اذا هذه فائدة شنو السيمي كولون، واضح؟ هذه بالبداية الاساسية. بعد شو راح ناخذ؟ راح ندرس الماتريسيز اللي هي شنو هي؟ المصفوفات. ممكن ايضا نحتاجها احنا بالمادة مالتنا. هاي احنا راح الماتلاب طبعا هو شيء كلش كبير، فاحنا راح ناخذ اجزاء بسيطة اللي احنا نستفاد منها بمادة الكنترول بالمحاضرات اللي راح تجينا ان شاء الله. الماتريسيز شلون، او المصفوفات شلون اولد المصفوفات، شلون احذف مثلا صف عمود. اول شيء راح اسوي جنريت فيكتور، شلون اولد فيكتور اذا كانت رو اور كولوم، يعني اما سطر او شنو عمود. مثلا عندي فيكتور اسمه اي، راح انطي العناصر مالته 1 2 3. قلنا اذا اخلي سيمي كولون هنا شنو ما راح ينطيني ناتج، انا اريد اشوهد الناتج. قلت له 1 2 3 راح شنو ينطيني؟ اذا اعطاني فيكتور 1 2 3، هذا شنو؟ رو. اذا اريد اورد كولون فيكتور شلون؟ نفس الشيء راح اقول له مثلا اي يساوي 1 2 3 وادوس انتر. هنا شو ولد يا طلاب؟
هنا رو، هنا ايش اولد؟ كولوم. شلون؟ شوفوا. اوكي، كولوم فيكتور. بعد اذا اريد اني شنو بعد الاعازات اللي ممكن اني استفادها؟ مثلا اللي هي الكولوم، شو تسوي هذه؟ اذا انطيت اني مصفوفه اي يساوي، قلت له من واحد، اريد ابدي اني مثلا عندي من واحد للعشر، اقول له واحد سيمي كولوم الى مثلا العشر، واسد القوس مالت، فراح شو ينطيني بعد؟ ينطيني يعني هذا واحد الى شنو راح يعد؟ لحد العشر، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست. هذا فائدة شنو هو؟ الكولوم. بعد شنو عندي إعازة؟ هسه شلون أولد generate matrices؟ شلون أولد مصفوفة؟ راح أنطي مصفوفة مثلا على سبيل المثال متغير مالتي اسمه X. تعرفون المصفوفة تتكون من رو وشنو؟ كولوم، سطر وشنو؟ أعمدة. راح أولد مصفوفة اللي هي واحد سبيس اثنين سبيس ثلاثة سيمي كولون أربعة سبيس خمسة سبيس ستة. أنا هنا شنية أريد أولد شنو قلنا؟ مصفوف ماتريسيز. راح أنطي أنتر وراح أفهمكم شو. أنطي أنتر، أنطاني اسم المصفوفة شنو؟ إكس، تكون من رو وكولوم. كم رو؟ واحد سطر سطرين. كم كولوم؟ واحد اثنين ثلاثة، صح؟ اذا انطاني عناصر واحد اثنين ثلاثة، سيمي كولوم راح تنزل بالسطر الثاني والاعمدة مالتها. اذا هسه شنو هاي؟ ولدنا هنا مصفوفة اللي سميناها اكس وهذه عناصر. اذا اريد احذف رو او كولوم، شلون احذف؟ اسم المصفوفة اللي احنا ولدناها هنا شو اسمها؟ اكس. راح انطي اكس يساوي اكس، افتح قوس اقول له كولوم، هذا يعني سطر، وهنا عمود، سد القوس يساوي شنو هو هذا؟ انا ايش قلت؟ قلت اذا اريد اسوي ديليت للرو اور كولوم العمود الثاني، اريد امسح هاني العمود هذا، شنو؟ اسم المصفوفه مالتي اكس، احنا قلنا هذا خاص للسطر، هذا خاص للعمود، صح؟ انا اريد اياه عمود ثاني، اذا اقول له اثنين. عمود الثالث شو اقول له؟ ثلاثه. اجي العمود الاول شو اكتب هنا؟ واحد. وخلي له شنو؟ كولوم. واقول له هاي القوسين. اقول له انتر، خلينا نشوف التنفيذ. شوفوا ايش حذف لي؟ العمود الثاني. زين هسه لا، اريد امسح مثلا السطر الاول. هنا كم سطر هاي الموصوفه بوقت الاكس؟ سطر اول سطر ثاني. اذا اريد امسح اني هسه السطر الاول راح اقول له اكس اللي هي اسم الموصوفه اللي انا عندي واحد فارز انا مالتي وشنو هو؟ الكومون، واسد القوس يساوي تبرقس. اذا شو يمسح لي هنا؟ شو يقول اكس المصفوفه اخر تحديث صارت الها، اريد السطر الاول، لانها قلنا خاص بالسطر وهذا خاص بالعمود، السطر الاول دوت هاي كولون، يعني يمسح لي السطر الاول. شو قال؟ اوكي طلاب، واضح ان شاء الله. بعد مثلا اريد اولد مصفوفه على سبيل المثال هم اكس، اريد اسويها مثلا مصفوفه كلها زيروس، اقول له اكس يساوي، طبعا هذا المتغير انت اي متغير تريده، زيروس مثلا من صف وعمود، اقول له يعني قلت له ولد لي مصفوفه كلها صفاره من سطرين وشنو؟ وثلاث أعمدة. سطرين وش كم عمود؟ ولد لي مصفوفة كلها صفارة بها سطرين
وبيها ثلاث أعمدة. بعد مثلا أريد أولد مصفوفة راندوم يعني عشوائية، هو الماتلاب راح ينطيني أيضا أنطيه متغير على سبيل المثال X يساوي راند. إذا أنطيه مثلا راند لثلاثة، خلنا نجي نحكي، إذا قلت له X راند لثلاثة راح ينطيني مصفوفة، راح ينطيني هنا مصفوفة من ثلاثة لثلاثة، يعني ثلاث أسطر وثلاث أعمدة. زين إذا أريد أحدد ما أريدها ثلاثة بثلاثة، مثلاً أريد أقول له x يساوي round اثنين في أربعة، يعني سطرين وأربعة، سطرين وأربعة. هذا ما يخص الماتريسيز اللي إحنا ممكن إحنا نحتاجها من بعد. بعد عندي هنا نروح هنا الماتريكس أوبريشن. إذن نحتاجهن ممكن تعرفوهن أنت أيضا، بس هم طلع هذه عملية هذا الأديشن هنا سبتراكشن الملتبليكيشن هذه الباور الترانسبوز ذني هنا ليفت ديفيجن رايت ديفيجن هذه بالأوبريشن. بعد شنو أنا عندي؟ عندي العلاقات هنا بالماتلاب، هذه علاقة less than أصغر، هاي علاقة الأكبر greater than، هذه أصغر أو يساوي، طبعا هاي نحتاجها نحن، هذه أكبر greater than or equal، أكبر أو يساوي، أكبر أو يساوي، هذه الإكوال يساوي، هذه not equal، هذه الاند، هذا الرمز يشير لي الى الاور، هذا الشيء يشير لي الى شنو؟ الى النوت. هذا اني احنا نحتاجهن. طبعا بعد عندي فانكشنات مثلا الفور، احنا نمر لهن، انتو سبقا ماخذيهن بالمرحلة الثانية. الفور شلون نستخدمها بالكونترول؟ راح نقول له فور متغير يبدأ من وينتهي بمقدار الزيادة شنو؟ انكريس المقدار. ستيتمنت راح تكون العبارة مالتي ينتهي الشوط. بعد ممكن شنو عندي؟ الوايل ايضا، وايل ريليشن العلاقة مالتي الستيتمنت اند. بعد ممكن شنو انا عندي فانكشنات مثلا الاف، اف الشرطية اللي احنا نصيح لها اف علاقة اذا كان الصح ترو، والا اذا تحقق الشرط خيرون به، واذا ما تحقق ايرس راح ينطيني العبارة الفولس مالته شنو هنا انا ان. بعد شنو عندي فانكشنات اللي هي السويتش كيس، تعرفون السويتش فايربل هنا انا المتغير ماتك راح ينطيك كيس 1 كيس 2 كيس 3 كيس 4 وأدرش كم حالة عندك ناشر حيالك. وآخر شيء هنا أنا آخر شيء ونقول له شنو هو N. واضح؟ هذه كلهن ونحن نحتاجهن أيضا بالكونترول. نرجع للماتلاب، إذا أريد أني هنا أسوي كلير للكماند ويندو والووركس شلون اسوي؟ اذا اريد اني اسوي هاي الكماند ويندو تشوفوا ايش صار احنا كتبنا بيها، اذا اريد اسوي لها كلير ايش اقول له؟ سوري سي ال شنو سي ال سي ويندو شنو كماند ويندو كلها مسح. بعد اذا اريد امسح الفايربول اللي صارت عندي، شوفوا الاي احنا مولدنا مصفوفات اي واكس وهذه ونتائج، إذا أريد أمسح الورك سبيس شو أقول له؟ كليك انتبه هنا أنا. حتى نعرف شنو فائدة الـ CLC شنو فائدة الـ CLC، شو مسح لي؟ الكماند ويندو صح؟
واللي كده ليش مسح لي الورك سبيس اللي احنا حكينا، قلنا هاي الورك سبيس وهنا الكرنت وهنا الهستري. خلينا نرجع على الكمون. بعد ايش نحتاج احنا مادة الكنترول بالماتلاب اللي راح ناخذه؟ هو إعاز اسمه البلوت. البلوت هو شنو هو؟ إعاز الرسم. مثلا قبل شوي اذا ما تعرف شنو البلوت طلاب ها نقول له شنو قلنا البلوت. خلينا نجي شنو البلوت. راح ناخذ اكس شلون ارسم مثلا دالة الساين. احنا هو البلوت قلنا شنو رسم، شلون ارسم دالة الساين. اقول له ساين مثلا اكس يساوي راح ابدي من الباي سالب باي كولون نقد. هاي قلنا شنو هذا هسه حكينا قبل شويه مقدار الزياده مالتي ايش قد هنا با سوري هنا اذا خلينا هنا شنو ما راح ينطيني ناتج. هذا اكس واي واي يساوي اقول له ساين المن الاكس حتى اشوف الرسم عن طريق اعاز من هو البلوت المنحنى. اقول له بلوت المن اكس وشنو لازم عندي اكس واي اكيد انا حتى انا ارسم شو اقول له بلوت اكس. اذا هنا خلينا نقول الاكس بدالي من السالب باي وانتهالي بالباي ايش قد مقدار الزيادة؟ 0.1 واضح لو مو واضح؟ خمطي انت هنا شوفوا ورسم لي دالة من هو؟ الساين. هذا عن طريق إعاز دبلوت. إذا أريد مثلا أنطيها هذا رسم آني مالتي هسه اللي احنا حكينا أريد أسميه شنو هو هذا؟ رسم الرسم اللي طلع عندي. أقول له مثلا أنطيه تايتل شو تريد تسمي المنحنى مالتك انت اللي طلع عندك. اقول له اسمه هو ساين. ساين كير. وهنا انا احصره بالبرتوش. اروح ايضا للرسم. شوف اسمه ساين كير. هذا فائدة التايتل. هذا هسه اذا رسمنا احنا بلوت واحد ايش كم هنا طلع لي؟ ايش كم منحنى طلع لي؟ هنا ساين طلعت لي واحد صح؟ اذا اريد اني ملتبل بلوت يعني اكثر من بلوت 2 3 اوكي راح اشوف طبعا هنا بالمناسبه اذا اريد قلنا نمسح نقول لك سي ال سي. إذا أريد أرجع للخطوة السابقة بالباقي سبيس طلاب شوفوا شكو شي كتبته أنا بالكمند لحد أنا ما مسحه شوفوا شكو شي أنا كاتبه موجود واضح لو مو واضح أوكي. هسه أريد أولد موجتين بس هنا الواي ممكن أرد أقدر أسميها واي 1 وواي 2 يعني أرد أولد الساين والكوساين أرد أولد ساين والكوساين. خلينا نسوي لها سي ال سي حتى للدخون. أريد أولد ساين والكوساين راح شو أقول له؟ أيضا الإكس أنطي إكس لازم وعندي واي. أيضا باي مين تبدي من بوينت 1 زيادة وإلى الباي أنطي له سي. إذا هسه ولدنا إكس من سالب باي لوين؟ إلى الباي. مقدار الزيادة هنا ولدت من باي الى سوري من سالب باي الى الباي مقدار الزياده هنا 0.1 اوكي. هسه اريد اتولد قلنا 2 انطي واي 1 اقول له واي 1 يساوي ساين الاكس بعد الواي 2 يساوي هنا أنا اقول له كوساين يلا منه الاكس وانطيه سن. اذا شو ولدت هنا؟
انطيت اكس وانطيت مره واي 1 ومره شو انطيت واي شنو 2. راح اجي اقول له شنو لي عاز بلوت حتى رسم المنحني بلوت شنو كم اثنين عندي اكس واي 1 هذا من هو الاكس واي 1 راح يولد لي ساين واكس واي 2 راح شو يولد لي يولد لي الكوساين اوكي تيجي تسوي له تايتل هم ماجيكا نروح للرسم مالتنا شوف شو ولد لي اثنين ساين والكوساين زين اذا احد ما يعرف ياها الساين كوساين او عنده ثلاث موجات اربعه ومن يعرف شلون ما يعرفها هاي من وينها اكو راح نميز نقول له اكس واي 1 مثلا لونها اللي باللون الاحمر و x y y y 2 لونها باللون الاخضر يعني شلون يعني نقول له بلوت انت لما تطلع عندك اكثر من موجه هنا راح تخربط بيناتهم ميزهن شلون اني اقول له حتى اعرف يا الكوساين والكوس اقول له بلوت x y 1 لونها الي باللون الاحمر X انتبه هاي شنو هسه انا اشرحها X Y 2 لونها الي باللون الاخضر راح شي يطلع هنا ال R يعني معناته Red والهنا يعني معناته شنو هو Green اذا خذنا بداية اللون اقول له اروح ايضا للمن ايش قلنا؟ قلنا اللون الاحمر الساين واللون الاخضر زين اذا نريد نقلب هنا اوكي هنا نسويها جرين نسوي هنا جرين سوري نعيد الموجه هنا نقول له جرين وهنا ريد هسه قلبتهن صارت هاي باللون الاخضر وهاي باللون الاحمر نفف ايضا ارجع للجراف مالت الرسم شوفوا صارت بالجرين وهذا صارت باللون هاي للتمييز الموجه هذه شنو نلقاهن مثلا انا اريد الموجة الساين تطلع لي على شكل نقاط او تطلع لي على شكل اكبر او اصغر راح نشوف بالوورد اكو مختصرات انت تستفاد من عندهن ايضا طبعا لكم اني شوف هنا الرمز مالتي والمتغير هنا البلو والجرين والريد والالوان كلها الاشكال مثلا اذا اريد الموجه مالتي يعني هاي الموجه اللي انا طلعت اريدها بدل على اشخاص اريدها نقاط تكون على شكل نقطه او على شكل اكس او على شكل سكوير هاي مختصرات نشاهدها باوع هنا على شكل سيركل ذاتي تكتب هذه الاكس مارك وهنا البلاس او الستار او السكوير واذر وايز واذا اريدهن مدني الاشكال راح يمكن ايضا انت تشاهدهن واضح هنا من طلاب هنا يعني هاي المختصرات اذا تريد تطلع لك شكل الموجه مالتك مفهومه ان شاء الله بعد ايش عندي اني بالماتلاب ممكن اني استفاد منها بس انا خلصت اقول له شنو اقول له مثلا سي ار سي بعد ما احتاجه وارجع اذا اريد اني امسح شوف تولدت هنا شو نقول له الطلاب لا ننسى كلير شنو واضح نسحب الورك سبيس بعد عندي بالماتلاب شيء اسمه الام فايل لازم نتعرف عليه الام فايل اذا اريد انا اكتب برنامج كامل مو كل خطوه وتنفيذها لا برنامج كامل يكون من خطوه خطوتين ثلاثه اربعه خمسه واريد انبذ كله الناتج النهائي بدل هسه ما احنا قلنا له اكس وواي نكتبه بالامر هنا شلون اقول له اما فايل نيو او بعد اقول له من قبل نيو راح يطلع لي هذه اكتب برنامج خطوتين ثلاثة اربعة خمسة بعدين لازم انا ايش اقول له هنا طبعا ران هذا ران راح شو يقول لي يقول لي وين تخزنه راح تخلي له انت مسار الى تخزنه مثلا بالدي وين براحتك انت بعد برنامج جديد تخزنه وتقول له هنا أنا شنو سيف راح يطلع لك الناتج اذا كان رسم راح يطلع لك رسم واذا نتائج راح يطلع لك بالكوماند ويندو مفهومه طلاب
بعد عندي شيء آخر هو سيمولينج مادة الرسم. راح نفتح السيمولينج راح أيضا شنو هذا، بس هنا شوي دائما لما تفتحها راح فترة إلا يفتح من برنامج هو كلش تقيل الماتلاب. طلاب هذا السيمولينج اللي احنا يكون الرسم مالته ايضا هم راح ندرسه ان شاء الله. نفتح هنا نيو موديل، بعدين فتحنا النيو موديل مثلا راح نسحب، دائما احنا راح نسحب ترانسفير فانكشن، شوف دراج اند دروب نسحبها. هاي مادة السيمولينج مادة الرسم، راح بالمحاضرات ان شاء الله اللي قدمها راح نستفاد من عنده. كلوز احنا بس تعرفنا عليه، هنا فتيت خزنة وسدينا الشغل. الى هنا طلاب تنتهي المحاضرة الاولى اللي كانت مقدمة عن الماتلاب، ونلتقي في المحاضرات الاخرى ان شاء الله. تمنياتي للتوفيق.